يجب أن نتعلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حلمه. كان له خادم عبد ناداه فلم يجبه الخادم. واحد يصل إلى مكان من حلمه وأخلاقه حتى خادمه يتجرع عليه. واحد يتمكن يضبط الخادم، واحد بالقوة بالخشونة بالغلظة يتمكن يضبط الخادم، يتمكن يضبط زوجته وأولاده يخافون منه. ولكن هذه ليست مفخر. أمير المؤمنين يصل إلى حد خادمه يتجرع عليه من حلمه، الإمام يناديه فلا يجيبه الخادم. فبحث عنه الإمام فوجده خارج البيت فقال له: ألم تسمع ندائي؟ شوفوا الخادم شنو يقول. يقول: نعم سمعت نداءك ولكن كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. ما كان عندي خلق وأمنت عقوبتك. فقال الإمام: الحمد لله، هذه نعمة أن الناس ما يخافون منك. الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنني خلقه، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذا الشكر أنه واحد لا يكون مثل الطغاة مثل الفراعنة، زوجة تخاف منه أولاده يخافون منه، لا واحد مثلهم لا يخيف.